ينضم إلينا عبر الهاتف لمتابعة تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي عبد الرحمن الطريري. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. إذن الرئيس الأمريكي أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران والذي أبرم عام 2015 في يوليو تموز قبل ما يقارب 3 سنوات. تحدث الرئيس الأمريكي أن إيران لم تستفد من هذا الاتفاق بشكل إيجابي، إنما استفادت منه بطرق سلبية، وهي كانت قريبة من تحقيق أو صنع قنابل نووية. كيف تنظر إلى تداعيات هذا القرار انسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي؟ أولا بيان الرئيس ترامب وتكلم حقيقة عن 3 نقاط رئيسية. نعم. النقطة الرئيسية والأهم من الاتفاق النووي الذي كان هدفه الرئيسي هو تجنيب المنطقة أن تمتلك إيران سلاح نووي، كانت إيران تكذب حول ذلك وكانت تطور السلاح النووي وكان متقدما أكثر مما أعلنت عنه للمراقبين. الأمر الآخر أنها طورت الصواريخ البالستية، ثم الأمر الثالث أن الأموال التي استردتها هي استخدمتها في حقيقة الأمر في زيادة العبث في المنطقة والإضرار بالدول العربية في المنطقة. وبالتالي هنا يأتي بيان ترامب هو رفض لأي اتفاق نووي لا يحيد فرصة وصول إيران إلى اتفاق نووي، وبالتالي سيبقى على الطاولة وجود دراسة إلى اتفاق نووي آخر، لكنه أو حل آخر أيضا، لأنه ذكر بصريح العبارة أنه سيتدارس مع حلفائنا ما هي الحلول. فربما أن يكون النظام الإيراني حقيقة لا يفهم الحلول السياسية للابتعاد عن السلاح النووي، وربما يكون مضطر مع الحلفاء إلى ضربة عسكرية لهذه المفاعلات النووية كما قامت قبل ذلك بضربة في 2008 لنظام الأسد أيضا لمفاعل نووي. نعم، ماذا تتوقع أيضا في الجانب الإيراني ردة الفعل على هذا الحديث، عندما ننظر أيضا إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عندما تحدث أن بلاده ستتضرر سياسيا واقتصاديا؟ أنا أعتقد أنه كان الصدمة الكبيرة للنظام. نعم. الإيراني هو قرار النظام الكوري الشمالي بالتخلي عن الأسلحة النووية، والحقيقة أنه النظام الكوري الشمالي هو اللي كان ينقل المعرفة إلى عدة أنظمة في المنطقة على رأسها النظام السوري والنظام الإيراني، وبالتالي خرجت نقطة المعرفة من هنا. كما أنه النظام كوريا الشمالية اليوم هو يعود إلى العالم ويدرك تماما أن السلاح النووي ليس هو الذريعة الكافية التي تجعل الدول الكبرى تنصاع، لأن الوقت اختلف عن الإدارة الناعمة التي كانت تمارسها إدارة الرئيس أوباما، وبالتالي أقوى من انسحاب الولايات المتحدة هو انسحاب الحقيقة كوريا الشمالية من فكرة الحصول على سلاح نووي، وأنه هو اللي سيكون رادع للجيران في كوريا الجنوبية أو في اليابان. الوضع الإيراني أسوأ على المستوى الاقتصادي الأسبوع الماضي، واليوم أيضا شهدت العملة انخفاض كبير، هناك في يعني مستوى اقتصادي جدا سيء، بالإضافة لأنه في ديسمبر الماضي شهدت عدة مدن حتى المدن التي كانت هي قلعة المحافظين في مشهد أو في طهران مظاهرات كبيرة شعبية في جلها كانت مظاهرات اقتصادية، كانت تعترض على الأموال التي عادت من الاتفاق النووي ذهبت لتصرف في مناطق النزاع في العالم العربي ولم تعد على المواطن الإيراني بأي نفع. نعم، أيضا أستاذ عبد الرحمن فيما يتعلق بموقف روسيا من الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق، ماذا تتوقع إذا نظرنا أيضا إلى الملفات التي تشترك روسيا فيها مع إيران والحديث عن خوف روسي من السيطرة الإيرانية في بعض المناطق في المملكة في المنطقة؟ أنا أعتقد أنه الرسالة الروسية وإلى أي مدى هي ستذهب في دعم النظام الإيراني كانت واضحة حين سحبت القطع البحرية الخاصة بها من ميناء طرطوس قبل أن تقوم أمريكا وبريطانيا وفرنسا مجتمعة بالضربة، وبالتالي أثبتت أيضا روسيا أنه بعد هذا الاستنزاف الاقتصادي الكبير خلال 3 سنوات هي لن تدعم إيران على طول المدى، بالإضافة لأنها لم تقف رادعا ضد أكثر 120 طلعة جوية إسرائيلية ضربت فيها مواقع تابعة لإيران وحزب الله، وبالتالي لا يوجد أي طرف الحقيقة ضمن دول 5+1 سيذهب إلى دعم إيران المدى البعيد. حتى الزيارات الأوروبية التي كانت إلى واشنطن سواء على مستوى الرئيس ماكرون أو المستشارة ميركل أو حتى وزير خارجية بريطاني جونسون كان هناك تفهم كبير وإدراك أن أمريكا ذاهبة إلى قرار أنه لا يوجد سلاح نووي، بعد ذلك ممكن التفاوض على أمور أخرى، وبالتالي لن يسمح للغة التلاعب التي استخدمتها إيران حتى إبان المفاوضات في 2015
وضحكت إذا صح التعبير على الإدارة الأمريكية بالقول أنه هناك العديد من المحافظين اللي هم ضد هذا الاتفاق. لا، إيران كانت في أسوأ حالة اقتصادية وكانت تحتاج هذا الاتفاق، وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق اليوم يعني انهيار اقتصادي كبير قد تسعى إيران إلى بعض الردود العسكرية في سوريا أو في العراق، لكنها ستكون محدودة لأنها تدرك أنه الأوروبيين اليوم والأمريكان ردوا بالفعل في سوريا ولم يكونوا بالصمت الذي كانت عليه الولايات المتحدة في 2013 حين استخدم نظام الأسد الكيماوي على سبيل المثال. نعم، الأستاذ عبد الرحمن طريري الكاتب الصحفي من الرياض، شكرا جزيلا لك.